السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في هذا المقطع في خليل جيمنج، ومشكورين طبعا على دعم السلسلة هذه. لكن الحين عندنا مشكلة موتو، ولفلنا 8000 على طول على فكرة. فاللي الحين ابغى احطيه سيموتوريوم. السيموتوريوم مش فاتح، اوف اف، ما في خدمة نقل موتو، بس المشكلة الصحة العامة ليش متدهورة؟ هذا السؤال. اول ما بدلت بالنت عندكم صار في عندنا مشكلة في الصحة، ما اعرف السبب. هني مش ديث كير، هيلث كير، يبالي ازيد الهيلث كير اتصور، بزيد بعد خدمة نخل الموتى والمقابر. عندنا مكان هني ممكن ان نسويه ونزينه، ممكن هذا المكان في الوسط بعد، بس مش فيه المول، لا ويه المول هني، هذا المكان اللي خليناه حق احتياط بنسويه، وبنسوي عنده بما انه خلنا قوي مستشفى عود. مستشفى العود هذا راح يخدم هالمكان وهذا المكان. الحين بنزينهم بعد شوي، بس كيف يخدم هالمكان؟ بعد ما احدد الشارع الامتداد الثاني، مثل ما قلت لكم الدستر اللي نزلناه، بعد تدخلوا اكتبوا برجز والسوالف، تحصلون وايد اشياء ممكن انكم تسوونها، لا تخافون في مودات حق كل حد. انزين الحين خلنا نهدم هذا، خلنا نهدم شو هذا، وننزل شارع جديد لين هني. سوري عفوا، هذا شارع صناعية وما يصير. خلنا نسوي مرات سياكل من الحين ورايح، يمكن بعدين نسوي ابجريد حق الكل. صبر، هذا مكان بكبره غلط. خل أظل المستشفى يخدم الكل، بما اني حطيت المستشفى أبغى يخدم جميع الناس. عندي مشكلة، سبيس اوريدي وايد، الجسر لازال ضخم. هذا معناه بنحاول نسوي منزل فاصل الجسر، بما ان الجسر ضخم ما راح اخرب سير الجسر، بالعكس راح اسوي شيء انه هني يركب سيدة بالذات. شوارع القارعة من شارع الصغير اربع لينات، زين بطلع شارع الاكبر عفوا، ما حد يقدر يلف منه. وهذا مدخل واحد من المدينة، هذا مدخل رقم اثنين، يعني هذا الشارع هني مثل ما قلنا بنحاول نخلي كلهم مال ياكل اكل هذا. زين هني، وراح نكمل المدينة عادي ولا كأنه في شيء، وراح اني بهذا زين هني، وشوي بنسحب النقطة هاي اساس انها تتساوى سيدة، بنسحب هاي النقطة هني، عفوا بكنسل هالنقطة افضل على اساس ما حد يدخل في الشؤون. انزين يدخل في الشارع نفسه. الحين اللي نبغى نوصل الشارع بالطريقة هاي والشارع هذا بالطريقة هاي، مش 100% سيدة، لكن هو يناسب هذا الجزء من المدينة، فما راح اخرب الجزء الثاني. وعندنا هذا اليوتيرن المستحلين الجماعة خلنا نلغي، منزل لانه كان ما في شيء قبل. تو ستيب افا، خلنا نسوي شارع. ما اقدر حتى، بس يوتير سريع بس عشان الشارع يقفل عقب هذا. ترى مع الامتداد ترى يروح هذا، قاعد شوي على ارض غير مستوية. هاي كانت مشكلة الجسر، ممكن نعدلها الحين، بس تعرفون شو، خله مش لازم يكون 100% سيدة، لانه ما في شيء في الدنيا يسوونه 100% سيدة اساسا. زين الحين الصحة هاي بتغطي مساحات ضخمة، خلاص استوى عندنا مركز صحة اساسي ومكانه حلو بالنسبة للمدينة، بيغطي هنا وبيغطي هناك، بحيث اعادة التدوير راح نحتاج كميات. الحين ما بأتم اصرف فلوس احسب لانه راح اتوهق انا، لكن هني مفروض هذا يحصل كهرباء منه. انزين
لان الحين ما بادخل في السالب على طول، انها راح يسبب لي مشاكل. انزين الحين هذا المكان راح يسوي لنا يا فاني، فتح عندنا المترو. المترو من الاشياء المهمه، انا بحاول بدل ما اربطهم في باصات. الترام شغال، ترام الحين شغال، بس اذا بنبدا شيء للسياحه عندنا فلوس. فكنت اتشاور اذا نبدا مكان سياحي هني الصوب الثاني، نسوي جسور خفيفه تحت الجسور حديقه، اني هني نبدا نحط فنادق واماكن سياحيه. يعني اظني من الحكمه ان نبدا اصلا، لانه هو ثيمنا نحن اماكن سياحيه، نقدر نعطي العلامة هذه ان الشاطئ هذا سياحي، وفيها نبدأ شوي بعض من السياحة يعني. طبعا حطيها هني، وان كل شيء عندنا متوفر الحين صح، فلوس مفروض انها متوفرة، كل شيء متوفر. تايلز متروسات ولا تايلز 100% فل، ممكن استغني عن هالتايلو. قبل ما نبدأ السياحة نسير على الزراعة، غير العود بعدنا ما فتحناه. واو ليفل 5 يحتاج وايد، باقي لك على ليفل 5 يا حبيب. لا خلاص قريب يوصل، قريب يوصل. انزين معناه بنبدأ مكان سياحي اذا بالطريقة هاي. خلينا نسوي هذه ونحط عندنا اماكن السياحية، مش هذا مش هذا، نعم توريزم ستيشن، نحط على المنطقة، بنكبر المنطقة لآخر شيء نقدر نكبر حاجة. مكان راح يكون سياحي، ف كما نسويها سياحية كاملة. خلنا نسوي السد، ولا مش السد عفوا، الممشى الجميل اللي أنا راح بيسبب لي إدمان، اللي هو هذا. جميل يا جماعة الخير الممشى هذا، كنا جميل من هناك. لا تخرب، خلنا نمشي مع الشاطي، نحاول نمشي طريقة ناعمة قدر الإمكان، وننزل القاع لأن القاع تنزيله مهم جدا. اساس الرمل ما يبين عليه، يبين مكان مهمل اذا كان في تراب فوق. ممتاز جدا، بس مستوى النهر نزل ولا لا؟ لا لا اوكي ممتاز، ممكن نرفعه شوي بس كان اقل نقطة. وين ما بيضرب مكان صح؟ لا اوكي 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 ممتاز ممتاز، هذه معناه صار عندنا مكان سياحي. الحين الجزء شوي مش صعب صراحة، اقول ركب الجسور. لحظة الصبر، نبى نرفعها شوي، نحط دعامته. لحظة خلنا نحط هني ندعمه، بل شو بالاساس، باساس الممشى هني ورا، بحيث انه يكون مكان جميل شوي. خلنا ننزله قدر الامكان، ايه الناس تقدر تمشي من عليه. ونحطي مش هذا الجسر، لا كان في جسر اجمل. هذا راح يخرب الدنيا. هاي خلنا نسوي هذا هني، نجيب هذا على الأرض الواقع، نرفعه ونركب. شوفوا الحين هني اللعبة كلها شو في الموف تول، اللعبة كامل في الموف تول. يمرون الجماعة، يمشون من تحت الجسر، نسوي بالطريقة هاي وننزل جسرين إلى مستوى
الناس تقدر تمشي من تحته. يا سلام، شوفوا هذا ممشى من تحت الجسر. هذا الجسر الأول، والجسر الأول راح يتحول إلى، أتصور دوار. دوار خطة ناجحة شكليا. نحط الدوار ولا دوار ممكن نركبه هني. خلنا نحط لنا دوار، نشل هذا من هني، نحطي ستة شوارع، أربع شوارع عفوا، مع هذا هني، كلهم يجون على الدوار. به دوار زين، وعندنا هذا راح كل المدينة هاي راح تكون شير وراها، اللي في وسطها شجر. خلونا نسوي بقريت حق ها، خلونا نسوي بقريت حق هذا. بتمشي عندنا المحلات التجارية من قدام، زين نسوي شارع طويل بالحسبان، ونفس خطته هناك على الأغلب. هذا محتاج أشيل الشير اللي فيه فعلا. أشيل الشير اللي في البقعة كامل، لأن الشير راح يسوي إزعاج مش طبيعي. هني النعم السطح اللي هني كما قدر الإمكان ننعمها 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 عشان شوي شكلها منطقي أكثر، ونمد لها امداد المي. هاي المدينة شوي بالعكس لأنها طولية، فما يسوى إني أمد المي بالعرض، بالعكس يعني. بدنا نكتب ماي، صارت المدينة كلها ممددة بالماي. الكهرباء راح نجيبها هني على ما يبدو، فين هني، وهذه راح نوصلها في هذا المكان عقب. وصل هنا معناه المكان راح يكون فيه كهرباء من البداية. انزين نبدأ هني، ما بسوي شيء تحت، ما بسوي اي شيء فوق، بسوي شارع ثاني بعد اساس انه يكون الشارع من كلا الاتجاهين. هذا الشارع سيدة يدخل في هذا. انزين هني ما في عماير، هني التقسيم بالطريقة هاي، هني ما في عماير، هني لازم تنعيم كامل. زين اوكي، تنعيم كامل. زين نبدأ نحط السوالف السياحية. اول شيء برج الساعة ما بحطي، ما بحطي، ابى احط فندق كبير كبير فندق. طيب خلنا نشوف ممكن احكي لهم نسوي عليها الجماعة. ممكن نحط اشياء من هني بعد، السوالف بيانو ستريت ذا ماجستي، حاطين لنا مبنى واحد ضخم بس هذا اوفيسز كومباني هيد كوارتر. ما نبغى نحط شيء سياحي اكثر. والله ممكن نحط الاوبرا تبون الصدق، اوبرا مشروع ناجح. اكسبو سنتر عندكم، ساينس سنتر، هذا اتخاذ القرارات هاي شوي يعني تاخذ من الفكر، عرفتوا؟ في واحد قاعد يفكر بعمق. اوبرا هاوس ممكن نحطيه على البحر هني، حلو هني بالا مترو ترام ما بيختفي. حلو هذا الاوبرا هاوس، عند الاوبرا هاوس شو راح نسوي؟
ممشى كلما ماشي ترابية، يعني في هذا المكان ماشي ترابية ما عليهم مشكلة. كليك من نفس الارتفاع هذا. انزين الاوبرا هاوس، الاوبرا هاوس قاعد هني. انزين عند الاوبرا هاوس، لان الاوبرا هاوس مكان زحمة المفروض صح، بني بالشوارع بنحطي شارع من هني وبنحطي مترو ستيشن. طبعا احنا عندنا اكسبانشن ريتر باك يبال 11000 شخص، فيمكن اتريال 11000 يبون الصدق، يمكن اتريال 11000. ما عدا ذلك تحت راح احطي دكاكين صغيرة كلها. اوكي هني لا ما بدك صغير، هني بنشوف شو وضع الدكاكين الصغيرة، شو المحلات اللي راح تطلع وراهم، يمكن يكون في كم عمارة في الوسط بس باقي كلها محلات صغيرة. كهرباء، محتاج اوصل كهرباء لين الكهرباء توصل مؤقتا، هذه راح تكون كهرباء لانه ما راح اكمل الموضوع هذا الا بشيء ثاني اكبر. انزين لحظة، نحن في الماينس وهذا شيء زعل وايد. زين ماينس اساسين، خلينا نحط الشارع هني. سايكلين قلنا بنحطي خلاص رايح الطريقة هاي هني، هذا الشارع حد يسكن فيه خلاص، بس مكان واحد هني في الوسط لأن في مستشفى، وهذا بنحطي عماير سكنية والباقي بيكون عبارة عن بيوت حولهم. الطريقة هذه هني بنزيد الناس بالطريقة هاي، بس هني عماير في أماكن وسطية راح يكون فيها عماير، باقي الأشياء ما راح أحط عماير صراحة، راح أعتمد على الامتداد. انزين خلنا نرفع ميزانية الكهرباء. الكهرباء شو أخبار؟ الكهرباء بس أوه شت شت، الجسر زعلنا يا حبيبي يا حبيبي، قول كل شيء مولي، كل شيء مولي من العيد. كل الاندر جراوند هاي موجودة، والله ممكن استعمل الاندر جراوند من هنا ورايح. زين الحين صار عندنا هني لازم اندر جراوند خلاص. خاصة عبر النهر، عبر النهر هاي مصيبة المصايب. طلعهم كهرباء، نايس 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 نايس، ما انا هاي ما احتاجهم. نمسح هذيلا الوجود يا حبيبي، مع السلامة. زين الحين هاي ترى مش عماير، هاي للصغار. ولو تشوفون الزون، هذا الزون الصغير ولا الزون الكبير؟ هذا لا الزون الصغير، الزون الكبير لونه غير، لا الزون الصغير. بس راح يبنون فنادق، راح يبنون اشياء ثانية، راح يسوون امور. ونحن في المقابل هني طبعا المصيبة كلها لانه ما كان عندنا كهرباء. نحن في المقابل هني راح نزيد عدد السكان، اعداد السكان اللي هني راح نزيده، هني عندهم مستشفى ضخم. الشيء الثاني الضخم اللي بنحتاجه مركز شرطة. مشكلة هالمكان يحتاج خدمات الخاصة، تصدقون؟ إلا إذا تم سوي جسور، هذا موضوع ثاني يبالي أحسب الكتاب. ويبالنا شوية صناعية زيادة، معناه إذا أنا خططت بما فيه الكفاية الحين، شوف والله مشروع الماي مشروع ناجح. بس المكان قام يطلع مي، ما يدخل مي على فكرة، لأن حطينا نبع مي، بس عادي لأن يخدم المنطقة.
هني شو اخبارهم؟ هني اخبارهم اوكي، يجون هني الجماعه بيبنون بيسوون الشيء اللي فتح عندنا بعد ممكن نستغله بدل الصناعيه ورا الاوبرا، لان الاوبرا مكان عمل. هني كان بيكون مترو، بس بنحط المترو هني. الحين اللي بسويه نحطي هذا الطريقة هذه، ونجيب لنا كم من مكتب طيب هني. خلنا ناخذ البينت تول، بس ما يطلع يب ما يبني على كيف. هذه الطريقة هذه فقط، هني يمكن هي لا. هل تعرفون شو؟ هني ما عندي مشكلة بس هالاتجاه مرة طيبة. معناه بيقول راح يكون عندنا مكاتب هني مختص المكاتب او التجارة هذه في امور السياحة. طبعا طبعا الاوبرا هاوس طبعا ايفنتات يجون عليه سياح، بس مدخول السياح ترى مش مدخول مو سياح. نحن عندنا الصناعة قاعد تدخل علينا فلوس، دخل علينا اطنان فلوس، ولا الترافيك فلو مالي تعبان جدا على فكرة في المدينة. مش اوكي، نعتقد انه اوكي، بس في عندي اصطكاك هني. فالحل الامثل من المشروع اللي كان شكله ناجح بنطلع منه فلوس، وطلع لنا فلوس صراحة في البداية، طلع لنا وايد فلوس ما قصر، بس الحين ما نحتاجه فسامحني يعني. خلي الناس تمشي، بس خلي الزحمة تروح، لان الزحمة هاي شوفوا الزحمة اذا بدت هني الحين بتوصل لوين تعرفون؟ بو 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 بو. خطر نح في خطر اندر جراوند. اوكي واو، كان خطر وشيك ترى على فكره اكثر ما تعرفون. يلا 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 يلا، ما في نت انف ادوكيتد ورك. اينا كل عنا تريد سكول، والله مشروع ان اسوي جامعه، بس الحين كل اللي بسويه يمكن احطي جامعه بدل ما بحط جامعه الحين صغيره. جامعه بتكون والله في مكان حق الجامعه هنا، يعني هني شوف اشكال البيوت والله حلوه. سالفه في الوسط عماير عند المستشفى ترى ممتاز، اكثر ممتاز بصراحه. انت تشوف فلوس تنزل تطلع، ترى هذا من التريدنج اللي هنا قاعد يستوي على فكره. هني بعد نقدر نزود المكان، بس حاليا ما احتاجه لان المصنع لما يبدو شغال زي العسل. خلنا نزيد البرودكشن ريت، خلي ينتج زيادة. عندنا منتجات وايد، خلي ينتج 150%. ليش ما ينتج؟ خلي ينتج، عندنا وايد أغراض، خلي يطلع. أيوة خلي الريت عالي مو مشكلة، أنا من البرودكس مقدور عليهم. خلنا نخف سرعة هذا شوي. أول شيء خلنا نحط الجامعة أساس الناس تبدأ تتعلم. هاي منطقة حلوة حق جامعة، بس بهذا الاتجاه بنحط جامعة. الجامعة مفروض انها تغطي مساحة ضخمة. يونيفرستي شوفوا غطت المدينة هاي كاملة، وفي ناس راح تيها يبون المواصلات الداخلية قلت لكم انا. انزين الحين شنو بنسوي في المزارع؟ قسم المزارع اللي نحن نبغى في سمول روب زيادة اثنين، بعد أباهم نفس اللون ويت. خلي الإنتاج عنا يتدبل، لأن هذا على ما يبدو راح يشفط الإنتاج كامل. عنا وايد، عنا إنتاج وايد، عنا إنتاج وايد. خلي إيش اللي يبيع هو راعي، خلي يبيع. زين الحين هذا شوية مشاكل المتعلمين شوي شوي راح تنحل، بس الجماعة هني شوي يدرسون، والجامعة وردي فيها وايد. زين خلنا نحط محطة باصات وين قلنا نحن عند ال عفوا عند الترام نقدر نحط باصات. معقولة ما عندي فلوس حق باص؟ شو من 300,000 على كهرباء نزلنا أرض، ترى نزلنا أرض أرض مرة 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 أرض مرة نزلنا أرض، بس عادي ترى بنعوضها. الحين بنحط محطة باصات، بس خلنا نرتب مكان هنا. والله قاعد أتكلم وها ارتب مكان حق الباصات او محطة الباصات اللي اذا نحن بني بتوسعة من هني في المستقبل، فالباصات تركب في مكان صغير
تجاوز هذا المكان. والله لا، ممكن نوسعهم هني بعد، ما عندنا مشكلة. طلع خط ثاني من ورا عادي. فبالتالي اللي بسوي بحطي هاي 37,000 بس تيبوت، وعندنا بايو فيول. بايو فيول ما ادري هل يستاهل الوضع نحطي بايو فيول ولا لا. فلوس موجودة، فلوس بتي، ما عند مشكلة فلوس. يعني بالظاهر انك تحسون في مشكلة فلوس، بس ما في مشكلة فلوس، لكن ما يحتاج اظن البايو. بس البايو ما يسوي وايد نويز، ترى هذه النقطة بعد مهمة جدا، يعني انه هذا ما يسوي نويز بلوشن وايد. يس يبالها الموضوع. تفكير يا اخي، التفكير في الموضوع نفسه هذا. زين ابو ازيد تعداد سكاني، اذا عندي جامعه، جامعه اظني بعد تغفر لي وجود عماير. انا راح احط عماير مثل ما قلت لكم في الوسط، يعني شله عماير. صدقوني بالي في العماير هاي في الوسط شوي شير، بس بزينهم بعد شوي مو بالحين، بس خلونا نحصل نقص الناس اللي عندنا. بس اظني زين بيكون، مش سيء، بيكون شكلهم حلو. زين خلنا نحط باصات. الباصات هني اصلا صناعيه، ما حد ترابهم، خلهم يو. زين نبى نوصل الباصات في اماكن ثانيه. تعالوا عندنا هني ناس قاعد تمشي، هذا ستوب هني، ونبى ستوب بالضبط عند هذا على اساس ينزلون الناس، وناس تشل من الوسط. 1 2 3 نقطة، نقطتين ثلاث. انا مش الهدف اني فاهم، ينزلون هايل، ينزلون عند نقطة المترو. اذا في حد هني ينشل ويهني نقطة، يعني نقاط داخلية. زين عندنا هني اللي ينزل من هني يبى ياخذ لفف المكان. ليش ما اقدر الف يسار دايركت؟ وايد مثير للاهتمام، وايد. اذا السالفة تي بنزله في ها، ما عليه، بعدين بعدل النقطة هاي. ياخذون اظني انا حاط شوارع وين وين طيب العيد. زين مو مشكلة، بنحطي هذه هني، هذا هني، وبنسكر النقطة وبنشوف انت الشوارع. الشوارع تو وي بس، ولكن بس ما يبي يمشي عليهم سبب من الاسباب. بعدين بتشوف حل المشكلة هاي، خلنا نحل حل الزحمة الداخلية اول. انزين الحين عندنا نقطة من الجامعة الى هذه النقطة الى هني، النقطة الخارجية، النقطة الخارجية لا هني، لان ذاك الشارع الزحمة، وتسكر هني. النقطة اللي على يمين الجامعة بتاخذ المدينة الثانية هم مع اللي هني، نبقى نجيبهم عند الجامعة. واذا يبي يبدلون نقاط باص من هناك، هني بيبدلون الباص، يعني بيروحون صوب ثاني المدينة، بيون هني بيبدلون باص، بيتوكلون، امورهم طيبة ما عندهم مشكلة. والله العماير اللي في الوسط جميلة، وعماير السياحة بعد جميلة. فكرة عماير في الوسط تغريني اني احط عماير هني في الوسط بعد، بس هني وايد مربعات، ان العماير راح يكون شكلهم شوي قبيح. زين الحين بنحط هني، نبغى كمية موظفين هني موجودين. كمية الموظفين اللي هني لازم انها تدرس. بنحط هذا هني، هذا هني، هذا هني، هنا هني، هذا هذا هني في الوسط. نزل لهم شارع ثاني، نزل شارع من الوسط. انا اسف كسرتك، ولكن محتاج عماير سكنية هني حق الموظفين، محتاج عماير سياحية عند سكنهم، وهني بيكون في خدمات زيادة. عماير ورا، قلنا العماير ورا. زين هني ده هو لي ريزيدنس. انزين هني بنحتاج بعد حدائق، طبعا الحديقة بتكون هني موجودة اساسا طولية، وبيكون فوقها شو،
المترو اللي بيه بس نوصل 11000 واحد، لاني انا ما ابغى استعمل المترو العادي، ابغى نستعمل الديزاينات اللي موجودة عندنا اللي هي باك اسمه كونتنت كريتر باك، في واحدة مسوي باك وبايعينه، وانا وايد عايبني الصراحة المترو اللي فيها، واحد من اسباب السلسلة اساسا. طبعا وصلنا يعني ختم 30 دقيقة، نشوفكم في الحلقة القادمة على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.